يا سهرة ما تمت. رجال الأمن تمكنوا من إيقاف هذه السيارة، هذه القهوه عامرة بثلاثة ديال البنات، كلهم تم إخلاء السبيل ديالهم، وصاحب هذه السيارة غيتواجد داخل الدائرة الأمنية، ومن بعد غادي يتم الحج على السيارة في المحجز البلدي. وشخص آخر كان برفقة هذا السائق ما كيتوفرش على بطاقة التعريف الوطنية، حتى هو غادي يبونتيو البوليس باش يعرفوا شكون هو، غيديروا ليه تحقيق الهوية باش يعرفوا شكون هو هذا الشخص. سيارة فاخرة الإخوان من نوع بي ام، تم الإيقاف ديالها هنا في المنطقة ديال عين دياب من طرف المصالح الأمنية. وداخل هذه السيارة كانوا كيتواجدوا ثلاثة ديال البنات وواحد الشخص ما كيتوفرش على بطاقة التعريف الوطنية، فغادي يتم الاقتياد ديالو للدائرة اللي كتواجد بالمنطقة ديال عين دياب بخصوص إكمال البحث، ولأنه ما كيتوفرش على شي وثيقة، داكشي علاش غيديروا معاه الإجراءات اللازمة. الإخوان سيارة عامرة بالبنات، عامرة بالبنات، فيها ثلاثة ديال الشابات اللي كانوا غادين باش يسهروا. والمرافق ديال هاد السيد ما كيتوفرش على بطاقة التعريف الوطنية، والسائق انا ما اظن بانه ما كيتوفرش على برخصة السياق، يعني على حساب ما سمعت. يا فرحة ما تمتش، يا سهرة ما تمتش، وخارج فرحان دابا هذا السائق الإخوان ديال السيارة. فالسائق ديال سيارة البي ام والمرافق ديالو غيديهم للدائرة الأمنية بحكم أن واحد فيهم ما كيتوفرش على بطاقة التعريف الوطنية، والآخر ما كيتوفرش على رخصة السياقة على حساب ما سمعت. والدريات اللي كانوا معهم يعني ثلاثة ديال البنات تم إخلاء السبيل ديالهم. يا فرحة ما تمتش، يا سهرة ما تمتش. واش تفكاليبسو وغادي يكملوا السهرة ديالهم في الكوميسارية. والبنات اللي كانوا معاهم اللي كانوا ناوين باش يسهروا راه مشاو على رجليهم وغيكملوا السهرة في شي قنت آخر للأسف. يا سهرة ما تمتش، مع رجال الأمن حتى حاجة ما غتفلتش. برافو لرجال الأمن. هذه هي السيارة الإخوان، هذه هي السيارة. يا سهرة ما تمتش، كانوا بغي يدوزوا البوناني في شمال هليلي أو لا شي مكان هنا في المنطقة عين دياب، ولكن رجال الأمن شدوهم لحقاش دايرين واحد هاد الضواو هادو شاعلين بالزرق. وقفوهم كيسولوا السائق على الوثائق، على ما اظن بانه ما كيتوفرش على رخصة السياقة. كيسولوا المرافق عطينا بطاقة التعريف الوطنية ديالك، يقول لهم ما عنديش. البنات اللي اللور عندهم لي كارت ناسيونال عارفين شنو كاين، عطاوه لا كارت ناسيونال تبوانتاو عرفوهم بانهم ما عندهم حتى شي حاجه، ما كاين لا ريشيرش لا والو. تم اخلاء السبيل ديالهم، ولكن السائق والمرافق غيديوهم للدائره الامنيه، وكذلك السياره غادي تمشي المحجز البلدي. فمن بعد التنقيط ديالهم كاملين، واحد ما عندوش لا كارت ناسيونال داوه، ثلاثه ديال البنات تم اخلاء السبيل ديالهم، والشيفور مشى فيها لا هو لا المرافق، والسياره
غتمشي المحجز البلد يا سهره ما تمتش. الله يدير شي تاويل ديال الخير. هاد البنات هادو اللي خارجين الاخوان باش يسهروا باش للاسف يعني ثلاثه ديال البنات نوريكم الفيديو ديالهم يقدر يضركم خاطركم. ثلاثه ديال البنات انا غنوريكم الفيديو ديالهم دابا باش تشوفوهم. انا غنوريكم دابا هادوك البنات اللي تم الايقاف ديالهم وما هادو انتم هما غيهبطوا البنات دابا. الاولى مشات كان باغي يمشي يدوز السهره الاخوان ولكن رجال الامن تمكنوا من الايقاف ديالهم. ها هي البنت الثانيه والبنت الثالثه. ها انتم الاخوان كانوا غاديين يدوزوا السهره ولكن رجال الامن قرقبوا عليهم. يشكرون على هذا العمل الجبار اللي قاموا به. وحتى لهنا غادي نوصل على نهايه هذا البث المباشر. نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله. تبقاو على خير.